لدول العالم المختلفة في هذا في هذه الأثناء. أرض الدول العربية جميعا كانت تتحدث عن الحكومات، سواء الحكومات الإلكترونية ثم الحكومات الذكية، لكي نتمكن من التحول للمدن الذكية لابد من أن يكون لدينا البنية الأساسية القادرة على هذا التحول والقادرة على أنها تقود هذا التحول. غدا أفضل، وحاضر أفضل. أهلا بكم في سيناء، وزي ما أعتقدت أنا وزير التربية المحلية، فأنا مسؤول عن ما يجري على الأرض. اسمحوا لي أن أشارككم بعض، اسمحوا لي أن أركز على مصر، لكن يستطيع على ما يجري في العالم العربي في تشابه كبير. نحن نواجه آمال وطموحات التقدم باستمرار هنا في شرم الشيخ، ونجد أيضا تحديات وتراكمات لعصور سبقتنا، منها تحدي زيادة في السكان. عندنا سيناريوهين